الاستضافة، ماشي بعيد عليها. الحمد لله على التكافؤ والعرض ونشوفوا الأحداث واللقاءات اللي نقابلوا الجميع مجاهدين جميع ما جدا في العالم والصال والرياضة بالعموم لما كنشوفوا الجميع. أما بالنسبة للسؤال فنادي النصر المراكشي حتى نصب عيني هذه السنة باش يرجع للمكان ديالو الطبيعي اللي كيقولوا ما كانش يسقط، ولكن يسقط بفعل باعي. تنعاود نقولها وتنعاود نكررها وكيدعي مرات عديدة باقي ما عطيناش اللي عندنا. حيت يجي الوقت راه ان شاء الله غادي نقولوا كل ما قلنا حنا كنخافوا من حد عطينا حد ما نضبطوش. النصر داك الموسم سقط بالفعل بالقدام حقيقة هاد الله ديال القدر، ولكن فيه الداعي كيبت. وحنا راه الحمد لله حنا تنشوفو القدر كيدير الصروف وكيدير كنقولو كيكون كيلقى داكشي اللي زرع راه كيلقاه، اللي زرع الخير راه كيلقاه، اللي زرع الشر راه كيلقاه ان شاء الله. وكيدير في التجميل ديالو كيقول الله راه نادي النصر الرياضي المراكشي يعني جاهدة باش يرجع للمكان ديالو وان شاء الله. حنا تبارك الصحة ما بقاش بزاف، حنا دابا ثلاثة الدورات لنهاية البطولة وباش نديرو مباريات تحديد بطل العصبة ونبهدو نشوفو اش حدات العصبة الوطنية في شأن النبهد اش غادي يوقع باش كاين شي مروجات ما كاينش لينا ولا كنخرج واحد الدورية في بداية الموسم، ولكن خصنا ضروري باش مليناش باغي يوقع منه لأن الغموض داز على سيد الموقف ديالو باقي حتى ما عرفناش. بيتسال السي سعيد أيضا أنه فريق النصر الرياضي المراكشي باش نعطيو أيضا المتابعين الكرام واحد النبذة على التاريخ ديال النصر الرياضي المراكشي. قلت أنه كان من الفرق السباقة لتأسيس هذا الفرع ديال الانتصار، وعطى أيضا قلت أنه كان من الفرق السباقة اللي صعدت للأقسام الوطنية. الحكاية كما قلت نبذة أيضا على الفريق ديال النصر الرياضي المراكشي كرة القدم داخل القاعة. المكان ديالكم وان شاء الله حنا تبارك الصحة ما بقاش بزاف، حنا دابا ثلاثة الدورات لنهاية البطولة وباش نديرو مباريات تحديد بطل العصبة ونبهدو نشوفو اش حدات العصبة الوطنية في شأن النبهد اش غادي يوقع باش كاين شي مروجات ما كاينش لينا ولا الآن. كنخرج واحد الدورية في بداية الموسم، ولكن خصنا ضروري باش مليناش باغي يوقع منه لأن الغموض داز على سيد الموقف ديالو باقي حتى ما عرفناش. بيتسال السي سعيد أيضا أنه فريق النصر الرياضي المراكشي باش نعطيو أيضا المتابعين الكرام واحد النبذة على التاريخ ديال النصر الرياضي المراكشي. قلت أنه كان من الفرق السباقة لتأسيس هذا الفرع ديال الانتصار، وعطى أيضا قلت أنه كان من الفرق السباقة اللي صعدت للأقسام الوطنية. الحكاية كما قلت نبذة أيضا على الفريق ديال النصر الرياضي المراكشي كرة القدم داخل القاعة. فريق النصر كيتعرف جميع المتكتلين تاع الفوتسال في المغرب كامل بأنه فريق عريق وكان سباق لهذه المدينة، إنما كان هو الأول المشاهدة الجميلة ما فيها نقاش. وكيقلنا تأثر سميا وكان كيتزاول كي تنقولوا أجواء ماشي أجواء على صعيد الحومات وعلى صعيد الكرة في المدن الأخرى الدوريات المحلية والدوريات، ولكن 1900 2009 600 البطولة اللي كنا شاركنا فيها البلدية في كلاس اللي واحد البطولة الدولية كانت لقاها رياضية حملة رياضية في 2009 كانت مجنديين شاركوا فيها الدول العديدة ومشات فيها في السلطات قبل الانطلاقة ديالكم حتى وكانت الانطلاقة ديالكم كنت نطعمو هنا على الناس تاولنا ومن تما بدات الحكايات الحادة. شكرا سي سعيد. إذا متابعينا الكرام قلت أنه كانت اليوم نبذة وأيضا مسار فريق النصر الرياضي المراكشي لكرة القدم داخل القاع الذي قلت يصارع الخطى من اجل العودة للمكانة الأصلية اللي هي قلت اقل اشياء، العودة لحظيرة القسم الثاني وبعدها مناقشة افكار واراء اخرى للمكتب المسير بطريقة النصر الرياضي المراكشي. كلمة أخيرة سي سعيد الدكالي رئيس المكتب المديري لفريق النصر الرياضي المراكشي لكل متابعي الفريق السكور أخبار الجمهورية. كنعاود نشكر المشاهدين ديال القناة والرائدة وكنشكر السيد الدكالي الرئيسي وكنتمناو تكونوا راضيين بعيد على السلام إن شاء الله. وفي كنقول النصر هنا تسقيا شكون الفرق، كنتمناو يتمناو يحققوا رجاءهم.